السلام عليكم طلابي الكرام في أي مكان في جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة. مفيش شرح ولا أي حاجة في حلقة النهاردة، ولكن طالع معاكم كده زي بشرى كويسة لكل الطلبة اللي موجودة في القاهرة أو موجودة في الجيزة أو في أي منطقة قريبة منها أو تقدر تتحرك وتروح لهناك. إن شاء الله تعالى أنا هكون موجود في نهاية شهر 12 في 6 أكتوبر أو في حدائق الأهرام. هعمل هناك إن شاء الله حصة مجمعة مع زمايلنا على الأرض، هتكون موجودة سواء في سنتر أو في مكان ما. الحصة دي إن شاء الله تعالى هتكون آخر شهر 12، هتكلم فيها على البلاغة كلها، وهتكلم فيها على كل الأفكار اللي تخص القراءة المتحررة والنصوص المتحررة. فلو عندك أي مشكلة في البلاغة أو أي مشكلة في القراءة المتحررة أو في النصوص المتحررة مع النظام الجديد للثانوية العامة، هتستفيد بالحصة دي جدا. ده بالإضافة إن احنا هنبدأ نشوف طلبتنا اللي بيبدأوا إن هم يتابعونا في أكتر من مكان من جمهورية مصر العربية، ونسلم عليهم ونتشرف بيهم إن هم موجودين معانا، أو إن هم من الطلبة اللي بتتابعنا والطلبة اللي موجودة معانا دايما وباستمرار. ان شاء الله تعالى الحصة هتكون نهاية، او التجمع هيكون نهاية اخر شهر 12، سواء اذا كان في 6 اكتوبر او في حدائق الاهرام على حسب التحديد، هيتم التحديد قبليها. لو انت حابب ان انت تكون موجود معانا في الحصة دي او في المحاضرة دي، ان شاء الله تعالى هتبدأ تنزل دلوقتي في صندوق الوصف، هتلاقي رقم تقدر ان انت تكلمه عن طريق الواتس، تبعت له رسالة تطلب منه الحجز. هتكتب اسمك ورقم تليفونك بس، مش اكتر من كده، وتسيب له رسالة باسمك ورقم التليفون، وهيتم التسجيل معاك وهيتم التواصل معاك ان شاء الله تعالى. الرقم ظاهر عندكم في الفيديو اهو، وهيظهر عندكم في صندوق الوصف. يا ريت الناس كلها تحاول ان هي تحضر، ده لسببين. السبب الاول للفايدة الحقيقية اللي هتكون موجودة ان شاء الله في الحصة دي، لان كمان في اوراق صغيرة هوزعها في الحصة دي هتكون مفيدة جدا 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 ليك، سواء في البلاغة او في القراءة المتحررة او في النصوص المتحررة. دي جزئية، والجزئية التانية طبعا ان احنا محتاجين ان احنا نشوف طلبتنا، محتاجين ان احنا نشوف كل الطلبة اللي بتتابعنا في مصر كلها. فلو انت حابب انزل دلوقتي، ابعت رسالة واتس بالاسم ورقم التليفون للرقم اللي موجود عندك تحت للمساعدين، وهم هيرد عليك ان شاء الله تعالى. يا رب نكون بنقدم لكم دايما على القناة اي حاجة بتفيدكم واي حاجة بتساعدكم. كده وصلت للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.